بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من حلقات مراجعة نهائية اللغة الإنجليزية. أدعو الله عز وجل تكون بخير إن شاء الله. نبدأ النهاردة الامتحان رقم 9 من كتاب جيم ولاية الامتحانات. فضلا يسأل أمر الغير الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ونطع الكل لو سمحتوا عشان تصلكم منه كل جديد، حتى تدعموني في نشر قناتي المتواضعة إن شاء الله. لما أرغب عمر الله في الفيديو يصل أكبر عدد ممكن من الطلبة يستفيد من هذه الشروحات التي يدعو الله عز وجل يكون مفيدة لكم ولهم إن شاء الله لغاية القادمة. نطلب دعواتي وأمنياتي لكم في النجاح والتوفيق إن شاء الله. بسم الله نبدأ. My friend مدحت has an amazing sense، إحساس مذهل of and an astonishing smile، ابتسامة مذهلة أو مدهشة. نبقى using sense of إيه بقى؟ amazing sense of ابتسامة طبعا مدهشة جدا، وقال كمان إحساس عالي بالإيه؟ طبعا بالهيومر بالمرح، تمام؟ دمه خفيف يعني معنى أصح. طبعا الرومر دي إشاعة طبعاً، إيه humidity الرطوبة، identify يعرض طبعاً عنده amazing sense of humor and an astonishing smile، سامة جميلة. Number two، when we left our village to live in Cairo، سبنا القرن في القاهرة in light the fast of life in the city، فمين شيء سريع في المدينة. The fast إيه classify intensity publish سوري احنا نمبر 2 معلش سيرفيس سطح ليفل مستوى ليس مكان او ما ينفعش طبعا المعنى ما ينفعش ثلاثه دول وهي بيس سرعه غامره سرعه رهيبه في الحياه في المدينه. نمبر 3 اونلاين سيستم نظام على النت كان بوكس وسبجكت بالموضوع يعني on alphabetical order بترتيب أبجدي، عايزين نصنف الكتب عن طريق موضوعاتها أو عن طريق حروفها الأبجدية، يعني كده بدي طرحت بيا أولاد بدي طبعا classify يصنف مش كده classify يصنفها بالموضوعات أو الحروف الأبجدية بنفس يعني تمام. دي كلاسي باي انتنسفة أو يكثف publish ينشر بريفيل يعم let peace prevail رجع السلام يعم publish books magazines newspapers etc. انتنسفة يكثف طبعا هي classify books وsubject all in alphabetical order الموضوع أو ترتيب أبجدي. Number 4 Dolby Stereo and 3D movies aim to give the audience هدفهم يعطوا المشاهد an experience أو الجمهور يعني جمهور عموما سواء مشاهد أو غيره in experience an experience of actions خبرة عن الأعمال تمام. يبقى دي نمبر 1 دول أولاد طبعا هندوله طبعا immersive خبرة غامرة of actions طب مش absurd absurd دي معنى سخيف absurd reflective دي انعكاسي repulsive دي متنفرة أو تنفري طبعا دي immersive experience خبرة غامرة للعمل أو للعمل. Number 5 4 staff meetings قبل اجتماعات بتاعت الستاف الموظفين يعني I always ask how much time I have to make my PowerPoint على أن أعمل إيه PowerPoint reservation house intention نية presentation عرض تقديمي innovation ابتكار تمام. طبعا هعمل إيه make my PowerPoint presentation عرض تقديمي اللي برنامج بتاع PowerPoint عرض تقديمي تمام كده
make presentation. طب make مش do، احفظها على طول. make presentation، تمام كده. طب مش intention، مش نية ولا حفظ ولا innovation، ابتكار. Number six, I hope that the death of Ahmed's son will bring his, أيوة وفاة ابن أحمد will bring his and begin to behave wisely، ويبدأ يتصرف بحكمة أو بعقل. Will bring his إيه ترى؟ Senses أحاسيسه. Tenses أزمنة. Lances رماح. ولا Fences أسوار. طبعا دي هتجيب يا ترى. يلا ولاد يبدو هيس جوت انا حسيسه غير يصلك ايه بهاي المواعي ما سيبش نفس الحوار الاحزان يعني. نمبر 7 ذا بي بي سي نيوز فورمز برامج الاخباريه بتاعت بي بي سي برايد او برايدد تتفاخر وتعتز به تعتز به وتتفاخر به سيلف نفسها on its balanced reporting هتقررها المتوازنة. The word balanced is the opposite of عكس كلمة إيه ترى؟ ترى rational just biased ولا omitted. هتبقى يا أولاد كده طبعا هتبقى رقم C biased منحازة. طبعا دي متوازنة مش منحازة، لا مع ولا مع ضد، تمام. يبقى دي بايزد. طيب يا ترى دي اكترس، طبعا دي تفرقة عنصرية، دي عدل او طبعا نحن دي حذف. طب بلسد عكسها بايزد. نمبر 8 دي اكترس ادد ممثلة اضافت تو هير هير لشعرها جاست لوك اولدر فقط عشان تبدو أكبر سنًا which fits her role اللي يناسب دورها in the new movie في الموفي الجديدة، تمام. حطت يا ترى عملت ايه؟ طبعا عملت هايلايتر صلوا على شعرها تبدو سنها كبير من الدورة في الفيلم، بيقول كده. Number 9 last night I was working on my project اشتغلت المشروع بتاعي and it took me a while خدت فترة من الوقت that my phone was ringing الموبايل بتاعي كان بيرن، تمام. يبقى took me a while يبقى take it verb take حسب زمانه طبعا took has taken takes إلى آخره مفعول زمان يبقى إيه طبعا to ومصدر. يعني يا أولاد أقول لك it takes us، تمام. it takes us it takes مفعول إيه It takes us 2 hours ظرف الزمان اهو to reach a result عشان نوصل اسكندرية. تاني It takes us أو it took us 2 hours to reach Alex. كمان It took us 2 hours to reach a result. يبقى إيه الفعل اللي تيجي بعد كده مفعول ظرف الزمان to مصدر. It الفعل في زمن زمن الجملة مفعول ظرف زمان تو مصدر، تمام. ممكن المفعول ده مش موجود، ممكن took 2 hours to reach his other خلاص كان وجوده وعدم وجوده مش مشكلة زي ما قلنا في الجملة دي كده هنا في مفعول أقول له مين، تمام. It took a while to realize عشان أدرك my phone was ringing Nick and working on his project. تمام. Number 10 you are carrying too much. شيء كثير قوي. I do for you. طبعا ده offer. Offer في future. يبقى يا ولاد يبقى هو المصدر. يبقى هو open. طبعا ده will be opening the future continuous. قال لي امتى الفعل هيحصل في المستقبل. Tomorrow ما سابنيش. قال tomorrow at 6. تمام. This time next week I'll be spending the summer in Alexandria. This time next year I'll be studying university. In the university. University الجامعة. Our future birthday will have تصريف تالت. تمام؟
لو عايز بسيب احط هنا بس بين، يبقى اولى بين تصريف ثالث. طب ده امتى مستر؟ ده فعل هيكتمل حدوثه في المستقبل، هيخلص في المستقبل. مع ايه يا مستر؟ مع باي وبيفور جنبهم ظرف زمان مستقبل. يعني يا مستر يعني ما قلتش تمور، اقول باي تمور، بقول الغد. I will have done the homework، هعمل هكون عملت الواجب، هكون عملته، هكون خلصته. تمام، انا بكره خلصته. مش تمور I will do، هعمل السحاب ده في تمور، لا باي تمور I will have done the homework. تمام، طب باي تمور the homework يبقى will have been done. لو عايز بس تمام، لو اختار بينهم يعني. طيب before the end of this year، قبل هذا العام. They will have completed the bridge، وخلصوا الكوبري كملوه. They will have completed the bridge. طب before the end of this year the bridge will have been completed. تمام، لازم ده اوفر عادي، اوفر ريكوست بقول ويل ومصدر. طيب بعد كده 11 of his sisters من اخواته received a new car for their graduation، بتاعت عربية عن تخرجها. So he expects one too، زي ما متوقع ان هو برضه ياخد عربية ايضا. طلع اني واحدة every فعل، neither ده نفي، نان برضه نفي، يبقى each of his sisters كل واحدة من اخواته. يعني ايه كل واحدة؟ على حدة لوحدها، مش every sister كل اخواته، لا each of his sisters كل واحدة لوحدها. each of the students كل واحد من الطلبة لوحده. تمام، you can't come in here، مش خش هنا. the room، ايوه هنا بقى عايزين انزل من الاولاد. طب باست ولا بريزنت ولا فيوتشر ولا باست كونتينوس بالباسف؟ الاربع اختيارات اللي عندي دلوقتي. واحد داخل الاوضه ما تقدرش تخش، لكن بيحصل امتى؟ مين فين دلوقتي؟ انا داخل الاوضه حد ما تخشش دلوقتي، ما تخشش دلوقتي ليه؟ الاوضه بتتنظف. الله، نظف بدا ناو الان، يبقى ده present continuous. ده هو am is are فعل ing، لو باسف am being is being are being ad او تصريف ثالث. يعني تاني شوش دلوقتي يبقى ده present continuous. am is are verb ing او باسف am being is being are being تصريف ثالث. موجود منهم هنا اطرة طبعا is being cleaned، was future، no was present simple، no was past simple. ده بيحصل now دلوقتي at present at this moment، يبقى present continuous. تمام، يبقى ده am is are فعل ing، am being is being are being تصريف تاني، يبقى is being cleaned، الأوضة تنظف. number 13 it shady I saw at the party، أنا شفته في الحفلة. He didn't recognize me at all، ما عرفنيش على الإطلاق، لم يتعرف علي، لم يعرفني. يبقى ده أكيد شادي ولا أكيد مش شادي؟ لا أكيد مش شادي، لو شادي كان عرفني. تمام، يبقى أكيد ما كانش شادي، يبقى ده استنتاج في الماضي بالنفي اللي هو كانت هاف بن شادي. ليه؟ لما شافني ما عرفنيش خالص خالص، ولا حتى شبه علي. تمام، يبقى كانت هاف بن شادي. طبعا مصدر مين ده؟ أكيد كان، was the mod was simple، دي should have been، كان يجب أن يكون منفعش طبعا. number 14 I can't stand people around me حواليا when I'm meeting ولا باكل. can't stand، تمام، لا أطيق. can't help، لا أستطيع أن أمنع نفسي. can't stand و can't help. تمام، و mind يمنع ومانع. تمام، وفي اللايك يشعر برغبة فيه. ولو تندو غموي جيران بس موكي. مهم؟ ما كانت ستاند، كانت هلب، افويد، مايند، في اللايك. وده غمو جيران على طول. ما كانت ستاند بيبل سموك مي لعن مي. ما تغمش ينجي خلف عليا وانا باكل. تمام؟ بعد كده نمبر 15. which of sentence or sentence is correct structure؟ أنا يوم اللي في يوم الجرامر بتاعها
مظبوط او صح. يلا شباب، as soon as the mail was arrived I received it. خلاص استلمته. as soon as the mail had been arrived، فاش طبعا mail مش بس. as soon as the mail arrived I received it. as soon as the mail was arriving، فاش مرة مستمر. أقرب جملة ليها هي number C، as soon as the mail arrived I received it. طبعا مفيش perfect و simple، ممكن بقى فيه طبعا had arrived مش had been arrived، perfect عادي قبل ما الإيميل وصل استلمته. بص perfect و simple هو جاب الاتنين simple خلاص ما دي الصح. لو في perfect ودي، لو في perfect أفضل أو أقوى. ده عادة قد تقول كده أسنى أزعل منها simple أو perfect، والتاني simple أو حسب المعنى طبعا. الأول بعمله perfect والتاني بعمله simple. طبعا الماضي والسنتنس كوريكت ستريب بعد أن يقول لك بتاعها صح. I went to Belgium for last month. I've never been there before. ولا I went to Belgium last month. I never was on fashion or fashion. مع ماضي بسيط. I went to Belgium last month. I never been to fashion or have. عشان من غير have. I went to Belgium last month. I never been there before. طبعا مش هاد نبقى مع مضارع تام مش ماضي تام. يبقى جملة لونية أصح واحدة رقم إي. وأنتو بلجيوم last month I've never been there before. تمام كده تمام. نمبر 17 سهلة جدا يعني ما فيهاش أي حاجة. If a writer uses a word or phrase in a special way، هستخدم كلمة أو عبارة بطريقة خاصة ركز عليها يعني such as ironically سخرية يعني أو سخرية أو استهزاء، you can put it in طبيعي يوضح القارئ إزاي. طبعا in quotation marks، quotation marks ده إيه الفصل المقلوب بتاع تعلمات الترقيم بتاع المباشر والمباشر مع quotation marks. طلع اتنين هنا واتنين هنا كده هو ميزها quotation marks. فمش أقواس مربعة، الأقواس مستديرة والمربعات. Number 18 which of the following is correctly punctuated؟ punctuation صح. Mr. Ayman was sitting. Mr. Ayman was sitting behind the desk. Give me a big smile. Mr. Ayman was sitting behind the desk. Give me a big smile. طبعا دول مش عارفكم هات. Mr. Ayman was sitting behind the desk. Give me a big smile. Mr. Ayman was sitting behind the desk. Give me a big smile. طبعا مفيش هنا كومة. تمام. والصعب بتاعتي أعتقد إنها رقم C. Mr. Ayman who was sitting behind the desk. Give me a big smile. Number 19. The first paragraph of any essay أو الفقرة في أي مقالة is called اسمها طبعا topic sentence جملة رئيسية يبنى على الموضوع كله. تمام تمام. Number 20. It is an evil that leads to ruin. الشر يؤدي إلى الدمار destruction التدمير أو التخريب hatred الكراهية death الموت. The whole nation الأمة بإكمالها the police الشرطة and the masses وسائل الإعلام it cooperate هي بتتعاون to put an end to it هي تضع نهاية أو حد لهذا الموضوع. يعني الشر that leads to end إلى لون الدمار destruction الخراب hatred الكراهية death الموت. كل لازم يعمل عشان يضع نهاية دي. This could be a part of an article about جزء عن مقالة عن إيه؟ طبعاً cooperation تعاون طبعاً لأ. unemployment البطالة فاش pollution التلوث فاش terrorism طبعاً الإرهاب terrorism دمار وتخريب وكراهية وموت ناس والكلام ده كله يبقى terrorism الإرهاب. طبعاً terrorism الإرهاب عارفين tourism السياحة فالسبيلنج بينهم. MTOUR ISM
تي او ار ار او ار اي اس ام. طب تورست عشان اللي حطينا تي بقى تورست ارهابي، تمام، تورست تي ارهابي، تورزم بالام الارهاب ده النوع. بعد كده عندنا ترانسليشن، فتح خلاص بقى سهله جدا بالنسبه لنا ان شاء الله، خلاها مظبوطه جدا باذن الله. Number 37, various measures need to be taken to improve the public transport network and infrastructure. إجراءات مختلفة يجب أن يتم اتخاذها كي تحسن شبكة الاتصالات اللاسلكية أو بتاعت الموبايل نت يعني العامة والبنية التحتية، شبكة النقل العام والبنية التحتية. أنواع دول المشروعات بتاعتنا يجب اتخاذ مقاييس مختلفة، تحسين شبكة النقل العام فاش والبيئة والبنية التحتية، يجب اتخاذ إجراءات متنوعة أو مختلفة متنوعة، يجب اتخاذ تدابير مختلفة تحسين شبكة النقل العام والبنية التحتية، يجب اتخاذ مقاييس متباينة لشبكة المواصلات العامة والقواعد السفلى، طبعا هي رقم سي. يجب اتخاذ تدابير مختلفة لشبكة النقل العام والبنية التحتية. Number 38. Fares could be specially organized for the purpose of promoting or selling particular items like books, animals, handcrafts, etc. تمام؟ المعارض يمكن أن تنظم لأغراض، مش كده؟ عرض السلع، عرض أو بيع، آسف، عرض أو بيع سلع معينة مثل الكتب والحيوانات والأعمال اليدوية إلى آخره. طبعا الفير دي في المعرض، معرض متخصص، معرض شامل، من ده بوك فير، معرض الكتاب، أنيمالز فير، معرض حيوانات فقط مش حاجة تانية. تمام، يبقى ده هنقول يا ترى ماشي مع التراسيس بتاعتنا. عندك نفس طبعا أعمال يدوية واضحة طبعا جدا. يلا شباب، يلا طبعا في نبيع وترويج مع ترجم خاص لتنظم بشكل خاص، يعني التوزيع والبيع العادي مش توزيع وبيع في معارض، تنظيم المعارض بشكل خاص لغرض الترويج أو بيع عنصر معين مثل الكتب والحيوانات والأعمال الدولية وما إلى ذلك. طبعا مضبوطة جدا الرقم دي ديا يمكن تنظيم دي. تمام. Number 39. ارتفاع الأسعار ظاهرة شائعة وتحدث في معظم اقتصادات العالم. The rise in prices is a common phenomena and happens all over, I mean all or most of the world's economies طبعا. تمام كده، يا ترى اني واحد من دول؟ يلا شباب 39. The rise in prices is a common phenomena and occurs in most economies of the world. The decrease means decrease. It's the قل مش ارتفاع. The rise in prices is a common phenomena and occurs in most economies of the world. The rise in prices طب مش ريز دي مش يرفع لي ارتفاع. تمام كده؟ بس صحيح رقم C. The rise in prices الأسعار، فالأسعار is a common phenomena ظاهرة شائعة أن تحدث occurs happens يعني في معظم اقتصاديات العالم. Number C. Number 40. يعد المترو في مصر وسيلة سهلة للنقل وأهم من المسافرين وجهات سفر. يبقى the underground in Egypt is an easy means to
of transportation. It carries millions of commuters to their destinations. تمام؟ ترى ان واحد دول ماشي مع اللي انا قلته. The only round in Egypt is an easy means. That means مش mean. Means معناه وسيلة ولا وسائل. اثنين فيها اس. That means mean برضه ما ينفعش. The round in Egypt is an easy means ahين. Transportation. And it carries millions of commuters to their destinations. Around Egypt is an easy means of transport and it carries millions of travelers that work. طبعا هي لو الكمبيوترز بيبذل مجهود كل يوم في المترو اسمه كمبيوتر راكب يومي. تمام؟ راكب يومي كمبيوترز مش ترافلرز. ترافلرز ده بصفه مؤقته مسافر اسكندريه الصيف ده وارجع خلاص مش كل مش على طول فيها. كل ما اروح شغل المترو فعلا كمبيوتر. تمام؟ تمام كده خلص نمبر 9. ننتقل لنمبر 10. هلا 10 هنسوى برضو ان شاء الله. فضل الله يسوى ما حدش كسل يعمل لايك في الفيديو. مش كسل لما يشترك في القناة. تمام؟ ويفعل زر الجرس عشان يصلوا منه فيديو. ما حدش كسل يا اولاد. انتوا قاعدين كده تفرجوا. تعملوا الدرس وتتفرجوا عليه. اسمعوا اللي احنا بنقوله. ضغط صغير على اللايك. نسى على الاشتراك. مش هكتبلكم حاجة خالص. اطلاقا يعني. Number one, scientists and doctors continue to make. استمروا في عمل in the fight against محاربة الكانسر عز بالله, especially for children, خاصة للأطفال. يا ترى بتعمل ايه؟ Intonation ده تطهير. Intention نية. Progress تقدم. Oppression دي معناها قهر. طب ما هيش قهر ولا نية ولا intonation ولا ترتيل. تم الغورس تقدم fight against cancer في حربها ضد الكانسر والعياذ بالله. Number two, the manager is putting overtime in overtime helping to update the human. المدير putting in overtime حط overtime يعني helping عشان يساعد في تحديث the human كمبيوتر داتا بيانات كمبيوتر الخاصة. يحط اوفر تايم helping to update the human resources ال HR المواد البشرية شغل عاملين شغل اجتماع مش اصول ولا مصادر ولا ريسز سباقات. Number three is the crime of illegally بشكل غير قانوني copying نسخ and selling books بيع الكتب tapes الشرايط videos فيديوهات computer programs والله من الكمبيوتر كل اسمه يا ترى. طبعا ده بايرسي قصنة سرقة الأعمال الأدبية سرقة الكتب سرقة الشرايط مسجلة سرقة برامج الكمبيوتر كل ده اسمه بايرسي قصنة أو سرقة. في بايرت بدل السي واي دي بنحط تي اي قلت انا قرصان سارق. طبعا البابليكيشن دي ان البابليشر ينشر دي النشر بابليشر ناشر بابليكيشن نشر. فورجري تزييف. تمام طيب نمبر فور وين ذا ناشونال انثم نشيد الوطن ناشونال انثم واز بلاي في الدوازة ذير واز ان اكسبريشن في تعبير اون ذا في اوف فيرس قوي on the players' faces على وجوه العازفين. طبعا of a fierce determination تصميم قوي تصميم شرس بلادي بتحمس اللاعبين بتحمس الناس كلها. تمام كده. Number five, my parents always advise me to be humble ان اكون متواضع. تمام وبعدين and not to about our money or poverty. ملكتنا أو فلوسنا. not to إيه؟ ما عملش إيه؟ تردكت. متابع. release. قلت الأوابات. rehearse. أعمل بروفة. ولا post. طبعا تفاخر. post. تفاخر أنا غني بالفلوس المتعندي وعندي.
ينفعش. بي هامبل أكون تواضع، ما تفخرش، ما بقاش مغرور بوست. نمبر 6 I like my new job because it is a very nice. بحب الوظيفة الجديدة علشان في very relaxed in our office. طب very relaxed إيه؟ حتى عارف طبعا جو، جو استرخاء، جو مريح في المكتب بتاعنا طبعا، ده اتموسفير، اتموسفير مش weather ولا climate، مش مناخ والطقس بتاعنا، الجو بتاع الحر والبرد دون، ولا warming ولا دفء، تمام، اتموسفير من اول وصل نفس الاتموسفير، جو مريح. The Ministry of Finance وزارة المالية has just announced أنا أتدوم that it will be more than 60 million pounds أكثر من 60 مليون جنيه in annual pay rises في دفع ارتفاعات المرتبات السنوية، تمام، to governmental employees موظفين الحكومة. طبعا دي فلوس money بدأ rewarding كفايات هتكافي ماليا، rewarding كفايات مالية، reward كفايات مالية غير award. award دي يعني جائزة رسمية تمنح بشكل رسمي زي الأوسكار awards. saving ده ادخار، فاعل، acquiring اكتساب، تمام. number 8 planning is an essential element، تخطيط عنصر أساسي جوهري هو سلسلة النجاح. The antonym of adjective essential، الوصف بتاع essential هو الوصف بتاع يا ترى، obligatory إلزامي، costly مكلف، optional اختياري revised متراجع. طلعت بقى يا أولاد طبعا essential ضروري أو جوهري أو أساسي، مش كده؟ طبعا دي optional ولا obligatory، هي ترى طبعا obligatory ضروري ملزم لازم تخطط عشان تنجح. نمبر 9 I don't know the telephone or telephone number، ما اعرفش رقم التليفون، so I will have to اضطر ان انا it up ابحث عنه في الدليل. عارفين فعل look، اتي انظر الى، look for يبحث عن، look into يفحص او يناقش، look after يعتني به، فأنا سأقطع في النص، ده لوك إيه؟ لوك أب، التليفون نمبر، يدور في كتاب يعني، لوك أب إنفورميشن، لوك أب أورد إن ديكشنري، يفتح كتاب ويدور فيه ده لوك أب، تمام؟ طبعًا يوز أب ده ستاتيك يستنفل، قلنا ميك أب ستوري، يحب القصة، قلنا ميك أب فور يعوض، قلنا برينج أب يربي، تمام؟ نمبر 10، this time next week، بسداد الوقت الزبوع قدم هو I with my uncle Azadia، أكون قاعد مع عمي إسكندرية. وده فيوتشر، فيوتشر يا ترى، يا ترى فيوتشر عادي ولا بيرفكت ولا continuous. This time next week I will إيه أولاد، I'll be staying، أكون قاعد باستمرار أهو، أهو staying with my uncle Azadia، مش هكون قعدت خلاص، مش في الهاب ستيت طبعا، بس ولا سوف اقيم، ولا البي ستيت طبعا دي بس بتاع ويل ستي، اللي هو البي ستي مثلا الوقت الزبط خدمه، هكون قاعد عند عمي ومقيم عنده، بما فيها استمرار فيها فيوتشر كونتينوس، مش هيخلص الفعل، لا هيخلص الهاب ستيت، هكون اقمت، لا ولسه مقيم هناك. نمبر 11 when you I was in a meeting so I couldn't answer your call، لما اتصلت كنت في اجتماع شو دار مكالمتك، ها ودي وين يتعرضون حدثين وتعرضون الآخر ولا متتاليين، ده اللي حصل الأول، ولا من بوست مفيش ده ولا ده، فتعرضون الآخر متتاليين طبعا مفيش مضارع خالص، دي couldn't كله ماضي، تمام، دول قطعهم الآخر، وانا في اجتماع تلفون انا ما سمعتوش، انا قعدت في الاجتماع الاول تلفون رن ما سمعتوش، يبقى when you were calling وانت بتتصل قطعهم الآخر ومستمر بسيط. when you were calling I was in a meeting so I couldn't answer your call،
طيب نمبر 12 my water is working now شغال دلوقتي. I it repaired for 2 days. It repaired. أيوة العاقل أهو. تصريف ثالث جابلهم يا أولاد. نعمل كوزاتيف لحد صلحهولي. نعمل كوزاتيف إزاي؟ بهاف أو جيت زمن الجملة. تمام. طيب يا ترى الكمبيوتر is working now دلوقتي بيشتغل. حد صلحهولي for 2 days. أيوة for طب في البلاغة بتاعتنا أي it repaired for 2 days. يبقى ده present perfect. تمام. have has تصريف تاني. يبقى I have had my computer I have had it repaired. have had it repaired عشان for. تمام كده. number 13 طبعا have عاقل مصدر get عاقل تو مصدر. have get غير عاقل تصريف تاني. ونكتب الجملة دي have عاقل مصدر get عاقل تو مصدر. تمام. have get غير عاقل تصريف تاني زي هنا كده غير عاقل تصريف تاني. طب الجملة دي منين؟ طلعتها من فور. تمام. تمام. it was important speech given but that شوف زيت مرتبط فين we couldn't ignore it لنستطيع أن نتجاهله. ها يبقى important speech صفة واسم. تمام. was so ولا enough يبقى such أو such an. طب speech مفرد ولا جمع؟ لا مستر مفرد. يبقى such or such an. يبقى such an عشان important. والحظنا خلاص such يعني صفة اسم مفرد that أو such بس صفة اسم جمع that. تمام. أو so صفة that. تمام. تمام. طبعا صفة enough to مصدر. number 14 the office is so it's very cool برد كويس جدا يعني even in the summer حتى في الصيف. مركز ماله كيف في الهواء. الصفة دول هي ايه؟ طبعا air conditioned. لكن لو turn on هشغل ده air conditioning بصغم ايه دي؟ يبقى الروم ده والمكتب ده الاوفيس ده is air conditioned مكيف على الهواء من الادجكتيف بتاعتنا. number 15 حضراتكم. why which sentence is correctly structured يعني الجمل دول الجمل بتاعها مظبوط. it's so warm today that I'm going to the beach but it's such a warm today طبعا مفيش today ده مش اسم دي ظرف زمان. it's such a warm today برضه مش اسم. it's too warm today that مينفعش to that. تمام. يبقى ده بتاعه طبعا رقم ايه. it's so warm it's so warm today that I'm going to the beach. number 16 which sentence برضو is correct instruction grammatically مظبوطة. يلا ده حد يقول معايا كده I love this film I had seen it for 4 or 5 times already. I love this film I see it 4 or 5 times already. I love this film. I have seen it 4 or 5 times already. Well, I love this film. I'm seeing 4 times already. طبعا عارفين قلدين كلمات دلالة على ايه؟ على زمن ايه؟ حد طلع الحل؟ اكيد حد طلعها. مسألة جدا 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 قلدين كلمات يا اولاد. المباراة التام have has تصريف ثالث. تمام؟ برقم سي. تمام؟ I have seen. دائما فا طبعا هاد سين ده ماضي تام منفعش ولا مضارع بسيط ولا مضارع مستمر. يبقى have seen عشان already. number 17 apostrophes ده apostrophe يعني can show where letters are missing in words. حروف ناقصة فين في الكلمات الطويلة بتصير بالابوستروف صح كده يبقى اني long words.
كلمات طويلة قوي نختصرها بايه؟ الابوستروف. طيب who do you think will win the contest المسابقة؟ بين ايه دول؟ طبعا who do you think ده question mark، ده سؤال يبقى استفهام يبقى question mark. Number 19 the following sentence can be found in a essay. واللي دي طلعت مقالة نوعية يا ترى؟ Egypt is full of many tourist attractions. مميز فيها كثيرة. Which fascinate and تبهر all people over the world. كل الناس في عنها العالم. يا ترى argumentative ولا discussion ولا expository ولا narrative. يلا شباب. يلا طبعا دي جملة تفسيرية. مصدري تمام، بتوضح الوصف في عمل جذب، تفسر جاذبة لكل الناس من العلال. طيب each paragraph contains، طب مش مناقشة، بيناقش ولا بيتجادل مع حد ولا بيحكي. لما بيقول الناس تعالوا مصر فيها آثار جاذبة الناس كلها، توب الناس كلها كل أنحاء العالم. Number 20 each paragraph contains، كل مرة بيحتوي على يا ترى topic sentence جملة رئيسية، supporting sentence جمل مدعمة للجملة الرئيسية، four or five paragraphs أربع أو خمس فقرات، ولا both A and B طبعا الجملة الرئيسية طبعا في جملة مدعمة للجملة دي. تمام يبقى دي both A and B. بعد كده number 37 تقدر هنقراها نقعد عن الفكرة العامة، نتكلم عن ايه، نترجمش حرفي عشان متقدرش منها كلها. تمام نرجع نقرا الأسئلة، نشوف المكتوب فيها بالعربي، نكتبها حتى في وقت الأسئلة الفلاح مش بتاعنا، نرجع نقطع تاني وتالت كده نطلع الإجابات كلها، نبدأ نحلها تاني، نمسح طبعا الهامش. بعد كده نمبر 37 دي translation، سجل لو سمحتوا نشير في القناة، فعل زر الجرس، كمان نعمل لايك وشير الفيديو، ما حدش يكسل، وانتوا قاعدين تسمعوا كده، اعملوا الكلام دون، مش لازم دقيقة واحدة بالظبط، مش لازم حاجة خالص. نمبر 37 since pollution is the greatest threat now، لأن التلوث هو أكبر تهديد الآن. renewable energy الطاقة المتجددة، can save our environment، يمكن تنقذ البيئة. and secure وتأمن مستقبلنا. يا ترى أني واحدة من دول هي الحل بتاعنا؟ أيوه كده وشوفوا، قلنا لأن التلوث يعتبر تهديد كبير الآن أو عظيم الآن، الطاقة المتجددة يمكنها أن تنقذ بيئتنا وتؤمن مستقبلنا. يلا يا شباب يا واعد يا صاعد. عندنا طبعا نظرا لأن التلوث وأكبر تهديد الآن هو الطاقة المتجددة أن تنقذ بيئتنا وتؤمن مستقبلنا. يدي الصح سنس معنى لأن أو نظر لأن، مش منذ ولا بالرغم من. تمام نمبر 39 أو 38 آسف globalization العولمة خلاص حضرناها كلنا is making various huge countries changes تحدث تغييرات متنوعة ضخمة في العالم الوالد العالم where people are moving حيث يتحرك الناس away from their self-contained countries بعيدا عن بلادهم المغلقة عليهم to the more integrated world العالم أكبر كثيرا. تمام يا ترى في على رقم ايه؟ يلا شباب يقولوا كده وطلعوا. ايوه ها عتيان تحدث العولمه العديد من التغييرات الضخمه في العالم وتضع الناس بعيدا عن بلدهم او بلدانهم المستقله العالم اكثر تكاملا. نمبر 39
الأخطاء المكررة دائما كثيرا تدل على أن الشخص يفقد التركيز أو أنه لا يهتم بالتعلم. Repeated mistakes تمام proves that a person loses concentration or he or she doesn't care for education. تمام يلا ولاد هذا راح على رقم يلا شباب معكم هو طلع معكم برضو طلع الشخصين طلعتها خلاص يلا شباب لا سمح حد بيقول رقم بي يا مستر مظبوط يا ابني very good repeated mistakes often indicate that a person lacks concentration or does not care about learning أو care about working for صح number 40 أسهم المترو الأنفاق كثيرا في حل مشكلة المواصلات في القاهرة وأصبح وسيلة النقل الأكثر أمانا والأقل تلويثا من يدفع الحكومة المصرية لبناء المزيد من الخطوط ده كايرو مترو أو the underground أما ال underground دي لوحدها تحت الأرض ذا قبل منها مترو الأنفاق the underground contributed greatly to solving the problem of transportation in Cairo and it was well as it and it became a means of transport safer a safer means of transport and less polluting which motivated the government or the Egyptian government to build more lines تمام كده طبعا كده وضحت اكتر طلعها بقى سوا كده مع بعض برضه حاضر معاكم وطلعها يلا طبعا education knowledge maps ده تعليم ولا معرفه واضحه جدا برضه علم ومعرفه برضه ما فيش تمام برضه سنس نولج امريكا ده اللي جاب سنس نولج اللي جاب سنس نولج وده بطريقة مختلفة تماما لأن بالعربي تمام ما فيش هنا حد ليها وده مش علاقة بالتنام العربي ده underground contributed greatly to solving the problem of transport in Cairo and it became a safer means of transport which is this polluting which motivates the Egyptian government to build more lines دي الترجمة الصح ولا واحد من دول مظبوطة لا بد التعليم والإيه والمعرفة والعلم والمعرفة تمام العلوم والمعرفة العلوم والمعرفة مش حاجة من دول خالص في الإيه الترجمة تمام طيب ترجمة تاني the underground contributed a lot really greatly contributed D C O N T R I B like book A T E D contributed تاني C O N T يعني بيكتب C O N T R I B خفيفة U T E D a lot or greatly من صح to solving solving بل حل السؤال بي اي ان جي the problem of transport the problem of transport معروفة طبعا the problem of transport in Cairo and it became safer s a f e r s a f e r means M-E-A-N-S 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 of transport 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 مش تغير نفسها transport and
less polluting. Polluting بيو double L بي طبعا بين بتينا بيو double L يو تي اي ان جي بيو double L يو تي اي ان جي بيو double L يو تي اي ان جي polluting which motivated أو push خلينا push أسهل بتينا يو اس اتش which push or pushes يس في الآخر the Egyptian government to build more lines. تمام كده؟ ونصاب ترانسليشن. كده خلصت الامتحان التاسع والعاشر بتاعنا. Wish you all the best of luck. رجاءً من فضلك استعمل الاشتراك في القناة برضه وانتم قاعدين كده مستريحين مش أي تكليف ولا أي حاجة خالص. وتفعيل زر الجرس هتصلوك من كل جديد. وأرجو عمل لايك وشير للفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة. سبيل الله نشوفه حتى التي يدعو الله عز وجل. وتكون في ذلك ولام إن شاء الله. الامتحانات القادمة. مؤثرة تنانيت ودعات من التوفيق وشكرا لله والله. تو ميت أجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.